كابتن علاء رابطه مشجعي الاهلي في غزه معانا بقلوبهم ومعانا بتشجيعهم الجميل اللي على فكره دول كل ماتش كده كل ماتش للنادي الاهلي كده على طول كده ويمكن بعتوا لنا صور قبل كده احنا برضو عايزين ندعمهم وعايزين نقول لهم انتوا معانا واحنا معاكم بكل قلوب لا دي احلى ناس في الدنيا على فكره يعني وكل ما وراها فكره انا اعرف رئيس انت قلت لي قبل كده واعرف رئيس الرابطه على طول على طول معايا وعلى طول في كل مباراه بيبعت لها تهنئه والناس ما بتسيبناش لحظه على فكره وناس جميله جدا وبجد دي احلى عارف دي احلى حاجه يعني فرحه لقطه جميله طبعا فرحه الجماهير وبص اعلام مصر كمان يعني بالرغم من ايه يا كابتن من الظروف اللي هم عايشين طبعًا فيها طبعا الظروف صعبه جدا وربنا طبعا يكون معاهم وفي عونهم لكن كمان ايه ده اعلام مصر صح اعلام مصر فرحه نادي الاهلي فدي حاجه حلوه جدا وحاجه انا بفرح لما اشوف الناس دي والناس دي على طول على فكره احنا اتصال دائم بينهم فبقول لهم يا رب ان شاء الله تبقى ايامكم افراح كلها يا رب ان شاء الله.